أكد العقيد محمد محمود مدير إدارة شؤون التراخيص بالإدارة العامة للمرور ضرورة الفحص الدوري للمركبات خلال فترة الصيف، خاصة مع شدة الحرارة والتي تتسبب في زيادة الأعطال. كما دعا مدير إدارة شؤون التراخيص بالإدارة العامة للمرور إلى ضرورة التأكد من صلاحية قطع غيار المركبة والاشتراطات المطلوبة قبل فحص المركبة فنيا في الإدارة العامة للمرور، مشيرا إلى أن أوقات العمل تبدأ في الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 8 مساء من يوم الأحد إلى يوم الخميس، بالإضافة إلى وجود مراكز خارجية للفحص الفني تتبع القطاع الخاص بأوقات مختلفة تمكن أصحاب المركبات من الحصول على أوقات مناسبة لفحص مركباتهم.